بأنه السلاح المنفلت وتواجد الميليشيات خارج إطار الدولة، وخاصة الميليشيات التي تتحدث بشكل عدواني جدا تجاه الغرب. هو يقصد الميليشيات الخارجة عن نطاق الدولة الآن هي مشكلة دولية، وربما تورط العراق بحرب إقليمية. قرار الحرب والسلم مو بيد الدولة العراقية، إنما بيد جهات مسلحة. هذا اللي يقصده. لا هذا تصريح يعني حقيقة مو صحيح وخطر. يعني هو اليوم دي يمهد، طبعا تعرف انت الفصائل المقاومه وكل العراقيين اليوم احنا على موضوع فلسطين وحرب الكيان الصهيوني على قطاع غزه كله نرفضه، وهذا طبعا مدام من كل القوى السياسيه ومن كل الجهات، واحنا يعني مع اهلنا في فلسطين وفي غزه وفي معركتهم ضد العدو الكيان الاسرائيلي المغتصب لاراضي الفلسطينيه. زي. هذا واضح. هو هنا يريد يدخل الحكومه ويشركها في عمل انه المقاومه، اذا تدخلت في هذا، المقاومه اليوم مشروع موجود في كل العالم، واحنا شفنا الاحتلال الامريكي اول ما دخل في 2003 الرئيس الامريكي جورج بوش نفسه قال من بدايه المقاومه، وكانت المقاومه يا استاذ محمود في الفلوجه وفي ضد المحتل وفي النجف. مقاومه ضد المحتل، هو المحتل وينه؟ هسه هم عوفك من هاي النقطه. مقاومه نعم، مو ضد الجيش العراقي، مو يجي السلاح موجود. هذا الكلام مو انا جاي اتبناه يا جماعه، ترى هذا اليوم موجود والناس اللي جاي تحكي به. اكو قوات المقاومه، ما تحمل سلاحها على الجيش العراقي. اكو قوات اجنبيه، قوات اجنبيه موجوده بالقواعد العسكريه، وهذه عليها تتغادر العراق انه كان وظيفتها مستشارين. مو محتله يا استاذ محمود، مو محتله يا حبيبي، الجيش العراقي طلبها واكو اتفاقيات امنيه واطار استراتيجي واكو انتهت. بعد يقول لك احنا ما نحتاجها خلاص، يعني هسه نحتاج نشيل السلاح ونضربهم ببعض. والحكومه السوداني وينه؟ هو البرلمان مو هو السياده العراقيه، مو هو الشرعيه. اليوم من يصدر البرلمان قرار ويقول احنا بعد ما نريد هاي القوات الاجنبيه اللي موجوده بالعراق، خلي تغادر، شنو بقائها واصرارهم على البقاء؟ يعني هذا الكلام اللي جاي تحكي، الكلام اللي جاي تحكي به سيد محمود، ويمثل كتله كلش كبيره، يمثل تحالف الفتح العراقي. هذا المنطق اللي جاي تحكي به، هذا الراي اللي جاي تحكي به والتوجه اللي جاي تحكي به، هو يمثل كتله سياسيه لها ثقلها ولها نفوذها ولها وزنها بالعراق وعندها نواب. وهذا الكلام هو هذا الكلام كله هو ضد توجهات الحكومه اللي هو نفس الاطار التنسيقي جو شكلها. لا الحكومة مع جدولة إخراج القوات الأجنبية، جدولة هسه خلينا ننتظرهم، خلينا ننتظر الجدولة. لا اكو جدولة واكو لجنة وراح طرق دبلوماسية استاذ محمود في انسحاب هذه القوات، واكو موجودة هدنة. حتى المقاومة قالت احنا ما دام رئيس الوزراء اعطى تصريح رسمي بانه هذه القوات ستخرج، واحنا معناته بعد ما نضربه لحد الان ما حد ضرب. طيب. بعد ما صارت هذه الهدنة ترى. طيب. اليوم حتى استهداف المقاومة استهدافه خارج حدود العراق، ماكو داخل. طيب. حدود العراق. بس هو اليوم السفير البريطاني ضرب اسرائيل وضرب النصر اللي تحقق من فصائل المقاومه ومحور المقاومه، بيحاول يضرب الداخل العراقي ويأجج الداخل العراقي على الحكومه انه اكو فصائل منفلته، سلاح منفلت، فصائل هي تقوم بالحروب. هو دا يحكي على وضع اقليمي، ما دا يحكي على وضع داخلي بالمناسبه. لا دا يحكي يعني على وضع داخلي. دا يتدخل بالشان. هذا البيان المفروض الوزاره الفيديو لو موجود اطلع لك اياه. شنو ما دا يحكي على وضع؟ صدق كذا الاستاذ محمود؟ لا هو لو ما كلامه مرفوض ما كان وزاره الخارجيه يقول لي كلامه مرفوض. لا تقول لي ما يحكي على وضع العراق، الله يخليك.